بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد سيد الأولين والآخرين. تقدم لكم المنسي تيوب دعاء اليوم 28 من شهر رمضان المبارك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد رضيت عنا، وتقبلت أعمالنا، وأصلحت أحوالنا، وأسعدت حياتنا، وحققت لنا ما نتمناه. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا كريم.